السلام عليكم، عاملين ايه؟ انا شيماء واهلا بيكم في فيديو جديد من قناة اكسسوارز ويت شيماء. النهارده هنعمل اسورة حظاظة بالخرز كده والخيط بطريقة المكرمية، سهلة جدا وليها القفل اللي بيضيق ويوسع وكل الحاجات الحلوة بتاعتها دي. هستخدم ليها خرز الكريستال ده، بس طبعا اي خرز عندكم ينفع عادي جدا. وهستخدم خيط الحظاظات او خيط الاساور، ده انا بشتريه بالمتر، اللي هو الخيط الملون بشتريه بالمتر، بس هو نفسه في البقرة يعني، عشان بس ايه مش كله بجيبه بكر يعني، عشان هيبقى كتير قوي بصراحة. هستخدم بقى خيط طوله 35 وواحد طوله 85 وواحد طوله 20 سنتي، ده اللي هعمل بيه القفل اللي بيضيق ويوسع. أول حاجة هجيب الخيط اللي هو طوله 35 سنتي وهحطه كده هنا، وهجيب بقى الخيط اللي هو طوله 85 ده، وهبتدي ألسعه كده من الأطراف وخليه يطلع الحتة الرفيعة دي عشان نعرف ندخل الخرز بسهولة وما يتعبنيش. الحته بقى دي لو طويله قوي بقصها كده زي ما احنا متعودين، بقصرها شويه، اهم حاجه بس الخرز يدخل يعني يبقى مريح معانا وما يزهقناش بقى. طيب هدخل الخيط الطويل ده من تحت الخيط اهو القصير اللي احنا حاطينه في النص، هجيب الطرف اللي على الشمال فوق الطرف اللي في النص والطرف اللي على اليمين فوقيه، ومن تحت الخيط وجوه الدايره برضو من تحت. طيب بمسك بقى الطرفين وبساويهم، حط صباعي في النص عشان اساويهم كده زي ما انتم شايفين، هزق بقى الرابطه لحد فوق اهو زي ما احنا متعودين عادي خالص. هجيب بقى الطرف اللي على اليمين فوق الخيط اللي في النص والتاني فوقيه اهو، ومن تحت الخيط وجوه الدايره برضو من تحت. انا كده عملت ربطتين بس، تمام، مش هعمل ربطات تاني في الحته دي فوق. طيب دلوقتي بقى هجيب خرزه وهدخلها في كل طرف، يعني هدخل خرزه هنا وخرزه في الطرف التاني، انا بدخل في الطويل مش الخيط اللي في النص عشان تبقوا واخدين بالكم. طيب دخلت الخرزتين بقى، هجيب الطرف اللي على الشمال اهو فوق اللي على فوق اللي في النص والتاني فوقيه، ومن تحت الخيط وجوه الدايره برضو من تحت زي الفل. حلو قوي، هنعمل برضو رابطه كمان اهي، هجيب اللي على اليمين، احنا بنعكس زي ما انتوا واخدين بالكم اهو. طيب والتاني اهو فوقيه وتحت الخيط وجوه الدايره برضو من تحت زي الفل. طيب هنجيب برضو خرزتين، واحده هنا وواحده هنا، وبرضو هجيب الطرف اللي على الشمال فوق الخيط اللي في النص اهو والتاني فوقيه، وبعدين من تحت الخيط وجوه الدايره برضو من تحت، وبرضو اليمين اهو والتاني فوقيه، ومن تحت الخيط وجوه الدايره برضو من تحت زي الفل، مفيش اي مشكله خالص. او برضو خرزتين في كل خيط، خرزه قصدي في كل خيط، وبرضو هعمل بنفس الطريقه عادي خالص اهو. طبعا بقى احنا بنفضل ماشيين بالطريقه دي لحد ايه ما بنخلصها خالص. طيب دلوقتي بقى بعد ما خلاص خلصت معانا، بقى عندنا الطرفين وفي خرزتين انا مدخلاهم في الاخر اهو عشان نقفل عليهم، هعمل برضو ربطتين زي ما عملت في البدايه. احنا يعني في البدايه عملنا ربطتين وابتدينا نحط الخرز تحت، برضو لازم اقفل بربطتين زي الفل. تعالوا بقى نشوف شكلها اهو، حلوه خالص واموره خالص، بتبرق كده بتلمع. طيب دلوقتي بقى هنقص الاطراف دي وهنلسعهم بالولاعه عشان طبعا نقفلها زي ما احنا متعودين اهو. خلي بالكوا بقى ما تيجوا تلسعوا عشان الخرزه ما تتلسعش، انتوا ممكن تعملوا 4 ربطات بدل الربطتين لو انتوا ايه خايفين ان الخرزه تتلسع منكم كده. طبعا بضغط على الخيط بعد ما بلسع بالولاعه وهي سخنه عشان يلزق كده وما يبانش. هقص برضو تاني، اعملوا برضو 4 ربطات زي ما قلت لكم، انا عملت 2، لا انتوا اعملوا 4 فوق و4 تحت. خلاص كده خلصنا اهو. هبتدي بقى اجيب الخيط اللي هو طوله 20 سنتي وهحط الاسوره بالطريقه دي اهو، بعد ما احط الخيوط عكس بعض كده، وهجيب الخيط وادخله من تحتيهم اهو من تحت الخيطين، تمام انا حطيته تحت الخيطين. حلو قوي، هجيب بقى الطرف اللي على الشمال فوق الخيطين اهو والطرف اللي على اليمين فوق الخيط، وهحطه من تحت الخيوط وجوه الدايره برضو من تحت. هي دي نفس الطريقه اللي كنا بنعملها في البدايه، بس احنا المره دي بنعملها ايه في النهايه ايه عشان تبقى القفل بقى اللي بيضيق ويوسع، لكن هي هي مفيش اي تغيير خالص، مره من اليمين ومره من الشمال. هجيب بقى اللي على اليمين اهو فوق الخيطين اهو والتاني فوقيه، وهدخله من تحت الخيوط وجوه الدايره برضو من تحت زي الفل، مفيش اي صعوبه خالص، ركزوا وامشوا خطوه خطوه هتطلع معاكوا زي الفل. برضو اللي على الشمال اهو نفس الطريقه، وبعدين المره التانية من الناحيه اليمين اهو زي الفل، اموره خالص. بنفضل كده بقى مره يمين ومره شمال لحد ايه ما برضو بيخلص معانا خالص. ادي شكل القفل اهو النهائي، هبتدي بقى اقص الاطراف والسع بالولاعه برضو زي ما احنا متعودين، طبعا وهي سخنه بضغط على الخيط، وادي شكل القفل الامور اهو بيضيق ويوسع وحاجه اخر جمال.
هجيب بقى كل طرف وهحط فيه خرزة وهعمل ربطة اهو من النهاية، برضو الطرف التاني نفس النظام. هبتدي بقى ايه اساوي الاطراف كده واقصهم، وبنلسع طبعا في النهاية عشان تبقى مظبوطة معانا. وادي الشكل النهائي اهو، صورة سهلة خالص، مش هتاخد وقت كبير قوي يعني، هو بس لو عشان الخرز صغير ممكن تطول شوية معاكم. ومعاها بقى قفلها اللي بيضيق ويوسع اهي، وكل الحاجات الحلوة بتاعتها دي. ويا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون كان مفيد ليكم، وسلام لحد ما اشوفكم في فيديو جديد.